عليكم البنات، كيف بقيتوا؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير في احسن الاحوال ان شاء الله يا رب. كي درتوا مع هاد الصهودات؟ كي درتوا مع هاد الجو؟ حنايا الحمد لله عندنا الجو مره، الصباح البرد والشتاء، العشيه الشمس، المهم الحمد لله وصافي. اذا اليوم جيتكم ان شاء الله البنات واحد الوصفه خفيفه، ان شاء الله من هنا لقدام غادي نحاول نحضر وصفات خفاف وسهلين، بحكم ان الوليدات عطله وبحكم ان الانسان الصاد ما تيبغيش يبقى جالس في الكوزينه بزاف. اذا غنبداو ان شاء الله بوصفات تكون مختلفه ولكن غتكون خفيفه ان شاء الله باذن الله. اليوم جيتكم بواحد الوصفه نتاع لي بات، لي بات اللي اختاريت هاد لي بان. مساء الخير عليكم البنات، كيف بقيتوا؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير في احسن الاحوال ان شاء الله يا رب. كي درتوا مع هاد الصهودات؟ كي درتوا مع هاد الجو؟ حنايا الحمد لله عندنا الجو مره، الصباح البرد والشتاء، العشيه الشمس، المهم الحمد لله وصافي. اذا اليوم جيتكم ان شاء الله البنات واحد الوصفه خفيفه، ان شاء الله من هنا لقدام غادي نحاول نحضر وصفات خفاف وسهلين، بحكم ان الوليدات عطله وبحكم ان الانسان الصاد ما تيبغيش يبقى جالس في الكوزينه بزاف. اذا غنبداو ان شاء الله بوصفات تكون مختلفه ولكن غتكون خفيفه ان شاء الله باذن الله. اليوم جيتكم بواحد الوصفه نتاع لي بات، لي بات اللي اختاريت هاد لي بان صغار. هادو لي بان تيكونوا صغار بحال هكايا، زوينين، ما تيجيوش مغلبين بزاف على لاصوص، يعني كيجيو احسن من الخبز وكيجيو في نفس الوقت صغيورين. اللي غادي ندير معاهم ان شاء الله صدر نتاع الدجاج بلاصوص نتاع لاكريم ان شاء الله باذن الله، بلاصوص وفخوماج اللي كيجيو لذاذ زوينين، وبامكانكم تحضروهم تسهمين تحضروهم ان شاء الله باذن الله، ديرهم في واحد الصوانيه وتخشيهم في الفران يتحمروا من الفوق الفخوماج. بامكانكم تديروهم ديريكت هكايا في الطبيصل ويتكالوا، راه تيجيو غزالين وما كيشدوش الوقت نهائيا. اذا بسم الله نبداو على بركه الله. انا كنت قلت لكم البنات غنحتاج دوك لي بات اللي راني درت ديجا الماء يغلي ودرت فيه شويه الملحه وشويه الزيت باش ما كيلصقش وكيجيو بنان، باش نطيبو من الاول ان شاء الله. هنا عندي واحد السدير نتاع الدجاج مقطع طريفات رقاق، غتكون عندي ان شاء الله الثومه غبره، غتكون عندي هذا الميلونج هذا اللي قلت لكم البنات دابا راه موجود بزاف وتيجي بنين، هذا خاص بالدجاج، انا استعملته مره وجوج وعجبني وصراحه والفت عليه تيجي زوين. وهنايا عندي التحميره اللي غتعطينا واحد شويه نتاع اللون لذاك الصدر نتاع الدجاج، وغنخدمو بلو كوب نتاع الخضره، واحد شي شويه نتاع سكينجبير، شويه نتاع الزبده والزيت اللي غنحمرو فيها الدجاج ان شاء الله باذن الله. وغتكون عندنا هذا الميلونج هذا اللي غتكون فيه لا كريم فريش، شويه نتاع البارميزون، شويه الفرماج العادي، وشويه نتاع نتاع الفخوماج فري ليكيد. يعني ان شاء الله باذن الله نتوما البنات راه حتى داك الفخوماج سوتيل، داك الفخوماج باردون الكاغي، راه حتى هو تيجي زوين الا كانت معاه غير هاد لا كريم ليكيد، راه تيجي من داك الشيء الرفيع ان شاء الله باذن الله. اذا نبداو بسم الله. اول حاجه البنات كنت تشوفوا معايا انا الماء راه غلا، يعني درتو قبل، درت فيه قبيصه ديال الملحه، الملح على حسب الذوق، ودرت فيه شويه نتاع الزيت باش ديك لي بات ما كتكوليش. وغادي ندير ان شاء الله لي بات ديالي يطيبوا باش يجيوني في الوقت هما هذوك مع الدجاج ان شاء الله. على بسم الله دينا. اول حاجه كما العاده البنات لا بوال اولا المقله تكون سخونه باش كتسهل علينا الماموريه، مابقاوش تنتسناو فوقاش يذوب داكشي ان شاء الله. نديرو الزبده، الزبده كتجي بنينه مع الدجاج، ونديرو واحد بحال قياس نص كاس نتاع الزيت، خليهم يذوبوا مزيان عادي ان شاء الله نلوحو فيهم داك الدجاج ديالنا ان شاء الله. هي راه وصفه خفيفه وسريعه البنات، راه ما كتشدش الوقت نهائيا، يعني تديرها في اخر دقيقه الوليدات وتتعجبهم، ومفيده فيها الفخوماج فيها لا كريم يعني متوازيه، وكاين اللي يقد يدير فيها حتى صفار ديال البيض في الاخير راه تيجي مزيان. اذا الدجاج ديال البنات نديرو يتحمر شويه، ضروري يتحمر شويه يشد شويه ديال اللون، نحاول نحول لابوال لهذا باش قد كلشي يكون واضح قدامكم. فوالا الدجاج راه مزيان حيت كيشرب داك الماء داك نتاع الزبده البنات، ما تحتاج لا بصله لا والو، لحقاش خصنا لاصوص تكون ليكيد، يعني تكون لاصوص وفخوماج، ما عندناش نديرو بقوه العطريه وقوه البصله وداكشي. حتى الثومه راه كي لاحظتوا معايا غادي نديرها غبره، ما غاديش نديرها فوالا
دابا ان شاء الله البنات نبدا باول حاجه داك لو كوب نتاع الخضره. دائما كنستعمل كوب الخضره البنات سورتو في هادشي نتاع لي بات ولا لي غراتان. ما كنكثرش قوه والملح نقص شي شويه بركه نكمش واحد كامل. دائما العطريه على حسب القدر نتاع شنو عندنا في المقيله ديالنا. ما نقدش هنا غادي ندير ديك العطريه نتاع الدجاج. غادي ندير الثومه حيت ضروريه البنات الثومه مع الدجاج هي اللي كتغلب لنا على داك المذاق باش كيجي بنين. والتحميره باش يتبدل لنا اللون ما يبقاش ابيض. وهنا كيف تشوفوا معايا واحد الرويز المعلقه نتاع سكينجبير ماشي بزاف كيف تشوفوا معايا ما درتش بزاف بحكم انني دايره هذه كيكون فيها تقريبا كلشي مخلط. زين البنات دابا ما نزيدو حتى حاجه اخرى نخليو الدجاج يطيب مزيان. وهذيك المرقه اللي كتشوفوا راه كلها غتمشي ما غتبقاش غتبقى قليله حيت فيها غتيطيب داك الدجاج هذيك الزويته اللي الزويته والزبده فيها غيطيب الدجاج. وحتى نحسو به الطاب ونعرفو دخلو الطياب مزيان ان شاء الله عاد غادي نكملو لي زوطخ زانكغيديون ان شاء الله. نغطيو عليه دابا نخليوه يطيب على خاطرو ونرجعو ان شاء الله باذن الله باش نكملو من بعد. ورا البنات نرجعو نكملو كيف كتشوفو معايا هداك الدجيج هو شرب ديك المريقه كامله. لي بات حتى هما راهم طابو حيدناهم. اذا دابا غنبداو نوجدو لاصوص ديالنا. كيف تشوفو الدجاج تحمر وخدا اللون ما بقاش بيض. غادي نديرو دابا ان شاء الله هذيك لا كريم ليكيد بسم الله. وغادي نديرو ان شاء الله الفرماج ليكيد حتى هو اللي كاين معانا هنا. فرماج غابي والبارميزان حتى هو يعني باش كتختر لنا هذيك لا كريم وفرماج وكتجي زوينه. صافي البنات على هذا الشكل هذا كي قلت لكم راه ما كتشدش وقت نهائيا وكتجي زوينه بزاف. وكاين اللي كيبغي في الاخر يدير فيها واحد الصفار البيضه حتى هو راه تيجي مفيد كما كتكون واحد الماء واحد العشيوه او لا اغلبيه هاد النوع هكا تاع الماكله تيجي في العشاء مزيان يتعشى انسان بكري او حتى ان شاء الله الغداء الدراري الصغار يكملوا النهار شبعانين. كيف كتشوفوا معايا دابا البنات غادي نخلي ديك لاصوص تختر ان شاء الله عاد نضيف عليها لي بات وغادي نوصلو ان شاء الله الشكل النهائي ان شاء الله باذن الله. بارا البنات كيف كتشوفوا معايا دابا لاصوص ديالنا اللي اختراف مزيان جات من داكشي. دابا غادي نزيدو ان شاء الله لي بات صافي نطفيو وغادي نزيدو القدر اللي كيناسبنا نتاع لي بات ان شاء الله. كيف كتشوفوا معايا باش تكون ننصحكم البنات تاخذوا هاد لي بانيل تيكونوا رقاق بزاف باش حيت ملي كيطيبوا يلا كيوصلوا لنا داك الحجم اللي بغينا بسم الله. ضروري ما نخليوها تغلي معاه شي شويه باش كتشرب هذيك المذاق نتاع لا كريم باش ما تجيش باسله.
يعني اللي كيبغيها تكون كريموز كثر يزيد شويه الفخوماج. نزيدو شويه الفخوماج باغي انها تجي كريموز كثر. هذا الفخوماج نتاع الكغاطان، واللي قد يدير بغي يديرها حتى على شكل كغاطان يقد يديرها في واحد الصينيه ويزيد لها الفخوماج من الفوق وديرها للفران، يروي كثر لا كريم باش ماشي تشرب وتجي قاصحه. من بعد اذا كانت بغيتي ديريها في الفران تكثري لا كريم كثر وديريها في الفران وكتجي حتى هي غزاله زوينه، المذاق كيجي رائع. اللي كيبغي البيكو عاوتاني يقد في الطبيصل ديالو يزيد عليها شويه نتاع السودانيه الحاره حتى هي راه كتجي مزيانه. انا غنزين بها دابا الطبق على حساب التقديم، ولكن بالنسبه للاطفال لا ما كنديرهاش. وراه الناس كيف كتشوفوا معايا داك الفخوماج كله تعلق، شوف كي جات ما شاء الله. كيبقى عندي هنا الفخوماج، إذن أنا بالنسبة نتاع التقليب غادي نزينها بشوية السودانية. كيف قلت لكم بالنسبه للناس الكبار، الناس اللي هما اجي الناس الكبار اللي بغاو ياكلوها قد يزيدوا لها هاد شويه السودانيه كتجي زوينه البنات كتعطيها واحد المذاق غزال، ولكن ماشي للدراري الصغار. يعني حتى نحطوا الطبق ديالنا عاد نديروا فيه داكشي اللي بغينا. ونزينوها بشويه نتاع الحبق، واللي بغى يزيد لها فخوماج بارميزون من الفوق بطبيعه الحال يقدر يزيدوا لها. وها هي البنات عشيوه ديالنا، كتوجد في اقل من نصف ساعه، كتجي من داكشي غزاله شهوه منها وفيها كاع لي زانغغيديون القوام اللي تنقولوا اللي يشبع الدريه ولينا ولا يشبع الكبار. نقول لكم بالصحه والراحه، ونتمنى ان شاء الله انكم تجربوها